خلف أسوار الطفولة يعيش أطفال حيران حياة قاسية، قسوة جعلتهم يقضون جل ساعات يومهم بحثا عن الماء في منطقة ساحلية تشهد حرارة مرتفعة في الغالب. حرمان هذه المناطق من التنمية لعقود خلت جعلها بلا أي مشاريع مائية أو خدمية، ليلقي ذلك بظلال المشقة على شريحة الصغار في تحمل الأعباء ويعكس مدى حرمان الأطفال من طفولتهم. نقوم إلى الصباح فننقل إلى الماء فلا نحصل الماء، فنروح إلى البومبة من ناب دبتين ونصبر في الطريق أو ساعة ساعتين للبومبة، فنجيب إلى البيت ونرجع إلى الخزان. أجينا إلى الصباح هنا ندور ماء، ما فيش الماء، عودنا رجعنا هنا البومبة المضخة لهنا نشتي ماء. المهم لما المغرب من الصباح ننقل موية، لما المغرب ما فيش جلوس البيت ننقل ماء، بس ندور بعد الماء هذه. تتميز مديرية حيران بوفرة المياه الجوفية بكميات كبيرة، إذ تنتشر المضخات في بعض المزارع، لكن نسبة ملوحة المياه عالية كونها مناطق ساحلية، فضلا عن آليات النقل والتخزين البدائية للمياه، ما يجعلها عرضة للتلوث وانتقال الأمراض والأوبئة، إضافة لتسرب بعض الأطفال من المدارس نتيجة الانشغال بنقل الماء إلى بيوتهم لعدم وجود شبكة توزيع المياه. كان يفترض أن يكون هؤلاء الأطفال محتلقون حول لعبة في إحدى الحدائق أو فصل دراسي، لكن الحرمان جعلهم يبحثون عن شربة ماء قد لا تكون نقية. منظمة أوكسفام الإغاثية تحدثت في تقارير سابقة لها عن 16 مليون يمني لا يحصلون على مياه صالحة للشرب، أي ما يزيد عن نصف سكان اليمن، الأمر الذي يدفع باتجاه كارثة صحية على المستوى المتوسط والبعيد، وخصوصا على شريحة الأطفال. أنا قلت لك إن الماء قد يكون صالح للشرب، ولكن طريقة نقله بطريقة غير صحية هي اللي تسبب تلوث، يصبح غير صالح للشرب. طريقة النقل فوق الحمير وطريقة التعبية أصلا هذه طريقة غلط، فنستقبل إحنا أمراض كثيرة لعلاقة في الماء، ولذلك لكن الأميبيا، الدنجو فيفر اللي يحمى الضنك، ينقل البعوض لا يمكن يتوجد لي في وجود ماء، برضو الملاريا تنتقل عن طريق بعوض لا يمكن يتوجد البعوض في وجود مستقعات مائية، وجود برك مكشوفة وماء غير مغطى، برضو الكوليرا بس لم نستقبل حالة كوليرا حتى الآن، لا أعتقد حالة أو حالتين. الكوليرا تنتقل عن طريق الآن شرب الماء ملوث الكوليرا. طفولة محرومة وجيل مهدد في حياته الصحية بسبب تلوث مياه الشرب، فضلا عن المعاناة التي يواجهونها جراء نقل الماء لساعات عديدة كل يوم ولمسافات بعيدة، ما يضع السلطة المحلية في محافظة حجة أمام مسؤوليات كبيرة تجاه هذه المناطق المحرومة. سليم المخلافي، محافظة حجة.